إلى أين وصلت معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن؟ نعم، يعني نقدر نقول إن يعني إلى حد كبير المعركة حسمت لصالح جو بايدن. هذه الانتخابات كانت تتميز بأنها واحدة من أشرس المعارك الانتخابية وأغربها على الإطلاق. كان لها العديد من المميزات عن سابقتها من انتخابات لاختيار الرئيس الأمريكي 46 للولايات المتحدة الأمريكية. أهم ما يميز هذه الانتخابات هو ظاهرة فيروس كورونا التي غيرت كثيرا من نتائج الانتخابات. بمعنى، دعني أؤكد أن هذه الانتخابات لو أنها تمت منذ يعني 8 أشهر مضت قبل انتشار فيروس كورونا، لربما كان بالتأكيد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن جائحة كورونا جاءت لتغيير العديد من المسلمات وأحدثت نوع من التغيير بالنسبة للناخب الأمريكي، ذلك كون أن العديد من الناخبين مالوا إلى التصويت بالبريد. والتصويت بالبريد يعني دعني يعني أذكر أنه شابه العديد من الأخطاء وبيقال بيقال يا فندم من الجمهوريين من أنصار فكرة إن هم ينزلوا ويروحوا كده. نعم. فكان لغاية آخر وقت كان في أمل في أمريكا إنه تتغير النتائج بسبب إقبالهم مثلا، بس زي ما حضرتك تفضلت يعني كورونا قعدتهم في البيت، وكورونا أطاحت كمان بمجهودات كبيرة قام بها الرئيس دونالد ترامب لتوفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد وغيره. يعني بداية دعني أستشهد بمن قال أن كورونا جاءت بفعل فعل. بمعنى، نعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وصل إلى الحكم أراد أن يقوي، وهو رجل كان رجل أعمال ناجح وبالتالي ساعد في نهضة الاقتصاد الأمريكي، فحد من استيراد أمريكا من البضائع من الخارج، خاصة بالنسبة للمرد الاقتصادي الذي يحاول الصين يحاول سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نظرية، هناك من يتحدث أن سمت اتفاق أو سمت مؤامرة حدثت ما بين الصين وما بين الديمقراطيين من أجل إسقاط للدرجة دي. يعني إلى هذا الحد انتزاع الفوز من الجمهوريين كان صعبا، خصوصا أنه متعودين هم على مدتين لكل حزب ورئيس يعني طلع منه. مدتين، كل مدة 4 سنوات، أقصى شيء كان يعني يكون الرئيس الأمريكي 8 سنوات. الوحيد الذي تفرد بالمناسبة عن ذلك ووصل إلى 4 دورات متتالية كان الرئيس الأمريكي السابق روزفلت، الذي كان قبل سابق قوي يعني. نعم، ده هذا يعني. لكن حضرتك دكتور إمام تعتبر انه توجيه دونالد ترامب اخيرا بانه فريقه الرئاسي يتعاون مع الفريق الانتقالي لجو بايدن، بتشوف حضرتك ان ده تسليم منه بالامر الواقع، مع انه كاتب برضو على تويتر سنستمر في القتال، يعني يقصد طبعا القتال القانوني؟ طبعا بالفعل يعني هو يعني الأمور إلى حد كبير حسمت، ويحسب بالمناسبة لدونالد ترامب أنه لم يصعد الأمور أكثر من ذلك للحفاظ على ديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الدولة التي باتت القطب العالمي الأوحد أو النظام العالمي الذي القوة رقم واحد في العالم، وبالتالي هو حافظ على ذلك. كما ذكرنا كان هناك العديد من الأخطاء في الانتخابات، ربما عددها أو صنفها المحامي الأشهر لدونالد ترامب وهو رودي جولياني. هذا الرجل كان بالمناسبة كان عمدة نيويورك الأسبق، ورجل يعني يشار له بالبنان، عنده تاريخ قضائي طويل بالفعل. وهذا الرجل عدد أو فند العديد من الإجراءات التي أدت لي يعني كان هناك أخطاء في الانتخابات. أولا تصويت الموتى كما يقال، ثانيا كان هناك أيضا تصويتا لم يكن هناك يعني سماح للمشرفين والمراقبين من جانب الحزب الجمهوري بالتواجد في لجان الانتخابات. بعض الأصوات الانتخابية جاءت بطاقات بدون باركود. يعني هناك العديد من الأخطاء، طبعا وجدت عديد من الأصوات في سلات القمامة كانت محسوبة على الحزب الجمهوري. لذا وجدنا أن هناك سمة تغيير حدث، هناك بعض الولايات كانت نتائجها لصالح
ترامب في ترامب البداية، ووجدنا اختلافا يعني كبيرا جدا، يعني البعض يعزو للأصوات كما قلنا البريد أو تصويت البريد كان للجمهوريين، ولكن بالمناسبة يعني حدث شيء غريب، كان هناك في إحدى الولايات فارقا يتعدى 600 ألف صوت، وفجأة يفوز جو بايدن على ترامب. وترامب تحدث في أول يوم على بنسلفانيا وقال إنه بالليل اتقلب الوضع وبقى بايدن، لكن خليني أسأل حضرتك برضو بعد إزاي